محسن، المصنع لازم يشتغل يوم السبت. كل شيء جاهز ليوم السبت، العمال والفنيين والخيوط، كل شيء جاهز. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا عمي. ها هلا بقى بدي شغل كويس والخيس، بدي اضرب معمل الاولاد. تكرم عمو على راسي. بعدين بدي تحضر لي سهرة، قل له لبكري الكردي وفرقته يوم الخميس منيح. بدي اعمل سهرة بمناسبة اكتمال المصنع، بدي ادعي المساهمين والتجار واصحاب الاسهم ومجلس الادارة والصناعيين كلهم. ايه لك، نحن لازم نبدا بداية طنطنة. تكرم عمو على راسي. انا مبسوط منك كثير. ها هذا اللي بدي اعمل. شلون يا زكية؟ الحمد لله عمو، بسلم عليك. دير بالك عليها منيحة، هي مدللة. ولو يا عمو بعيوني. آه يا محسن، لو تحققوا لي حلمي بس وتجيبوا لي ولد هيك أفرح فيه. الله كريم. عمو مبسوطين عند أهلك؟ ماشي الحال. عم بفكر اشتري لكم بيت. اجى الدلال هديك اليوم لعندي ورجاني بيت، يعني ما اشبه شيء. الله يرزقك عمو. طالما انا مبسوط منك، لك ما في شيء بالدنيا بيغلى عليك يا محسن. الله يخلينا اياك فوق راسنا عمو. إيه لك، انا بعرف معدنك لما جوزتك بنتي، مو مثل هذا ابن حج عبد القادر. احمد؟ يا احمد. اجوا اهله طلبوا زينة. زينة اختك؟ ايه. ايه وش قال ابوك؟ ما قال شيء، قال بده يسأل عليه. ايش ايش مجنون ابوه حتى يعطيه؟ لك هذا ولد صايع، هذا هذا ما براكز، هذا لك هذا ولد قليل ادب. هذا قل لي انت ايش رايك. انا مالي موافق. ايه تعال اقول لك. تعال مبروك، تفضل افتح الدكان. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا سلامات. تفضل احمد. السلام عليكم. مع السلامه. تفضل. مبروك محمود. الله يبارك بعمرك محمود. تفضلوا شباب. اي والله عامر. السلام عليكم. سلام، مع السلامه. اهلين بالشباب.